أول شيء أنه جيد أن يعود صلاح للتسجيل بعد فترة صيام. تعلم جيدا بعد عاد من كأس تصفية كأس العالم، عاد نوعا ما بمعنويات منخفضة قليلا. أكيد أنه لاعب كان يحلم أن يكون متواجد، ويعني نكستين بعد كأس أفريقيا كان متوقع أنه اللاعب يكون على المستوى الذهني يتأثر، لكن طالت نوعا ما قليلا وانتقد من الصحافة الإنجليزية. لكن إيمان المدرب بلاعبيه، إيمان أنه في بعض الأحيان اللاعب لما يمر بفترة فراغ لابد أن يجد المساندة الكافية من كذا. لاحظنا ردة فعل نجوم كذلك ليفربول أنه صلاح يقدم في الإضافة بيحتاج إلى بعض، مر بفترة صعبة أيضا حول التجديد، أكيد حول أكيد. الخسارة في بدون شك أنه هذا الكل يجعل من اللاعب أنه ذهنه لا يكون صافي. لما تكون أنت ذهنك إقصاء من تصفية كأس العالم مع كأس أفريقيا، مع أنك تريد تجديد، هذا الكل. لكن عودته في هذه المباراة إلى المستوى الذي عادنا عليه محمد صلاح، المستوى الجيد، الانطلاقات، التسديد، الكنترول الممتاز، الانسجام الموجود ما بينه وبين ماني ودياز، كذلك اللي شاهدنا التمريرات الذي كذلك سابقا أنه الكل معناه تكلم في العلاقة بين ماني وصلاح. صلاح. كانت حقيقة العلاقة جيدة ما بينهم، الانسجام اللي كان موجود. هذا ما أكيد نتكلم على الضغط ليفربول، الضغط الذي يكون نابع على عمل تدريب، نابع من عمل، وكذلك أنه هذا العمل ليس بوليد اليوم، لاحظ استمرار الضغط حتى الدقيقة الرابعة والثمانية بنفس الطريقة. أكيد شفت ماغواير استعمل، شفت رجع اللقطة، شفت اللقطة هذه والله أنا بشوف أنت ناوي على ماغواير اليوم لا مركز عليه، لأنه أول حاجة خلينا نرجع للقطة من الأول من الأول من الأول، أعطينا من الأول شامبيون شيب كيف لعب. اسمعني عبد العزيز، خلي أعطينا اللقطة الله يرضى عليك. لا أعطينا اللقطة هذه، هو ورط عليه اليوم في الاستوديو اليوم انت خلصت. انا شفت لقطه، انا كنت اتكلم، انا بشوف اللقطه. أيوة. لما لعب باص اللاعب محمد صلاح، ركز على محمد صلاح الحين، لاحظ كره محمد صلاح، انت ناوي على ماغواير اليوم. لا اللقطه، شوف انت كيف لعب، انك تمرد ما يشوف شنو اللي وراه، شوف لعب على الاوفسايد، مستحيل تلعب انت تلعب تشوف الكره ولا تشوف اللاعب. لا اصلا شكل الدفاع يعني شوف ايش عمل هو، يعني تنظيم الدفاع كان غير موجود. شوف هو عمل اللعب على الاوفسايد، كيف تلعب على الاوف سايد وانت ما تشوف وراك انك عندك لاعب؟ يقول لك المدافع شنو يشوف الكره ويشوف اللاعب ويشوف الحارس، الثلاثه لازم تكون عينهم عليه. هو شنو يشوف؟ يشوف فقط الكره.